السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو الجديد ديالي ومرحبا بكم عندي في القناة. وإلا عجبكم المحتوى ديالها ما تنساوش تابوناو وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم غندير واحد الكيكه اللي هي عائليه، تجي بحال اللي كنشرو في المحلبات، عاديه ما فيها لا شكلاط لا والو غير بالفاني. درت هنايا 4 ديال البيضات، ساشي ديال الفاني، وكاس ديال سنيده، وغنحرك مزيان حتى ينسجم داك السكر مع البيض. ومن بعد غنزيد داك الكاس ديال الحليب والزيت، هنا خلطت مزيان حتى حسيت بداك البيض والسكر منسجمين مزيان والسكر كيدوب مزيان. زدت داك الكاس مع مرش ديال الزيت، زدت نص كاس ديال الماء. الماء راه كيساعد الكيك مزيان باش كيجي خفيف وما تيجيش ثقيل، يعني باش كيطلع مزيان. غنبقى نخلط، نستمر هكا في التحراك حتى نخلط هذاك الخليط مزيان. هنايا ما كملتش الكاس حيت عمرته بزاف، هو كاس ما عمرش ديال الحليب، نفس القياس ديال الزيت، هو نفس القياس ديال الحليب، يعني كاس ما عامرش نفس الكاس ديال العبار. هنا نص كاس ديال النشا ديال مايزينا، انا جاني هذاك المول صغير بزاف ما قدرتش نحرك فيه مزيان، بدلته درت مول كبير باش نقدر نخلط داك الخليط مزيان وينسجم مع بعضياته. انا غنخدم غير هكا غير بيدي، يعني ما نحتاجش الباتو وما نحتاجش نستعمل الخلاط الكهربائي، يعني غنستعمل غير هاد الطراب ديال اليد. الوصفة يتخدم مزيان باش كينسجمو هادوك العناصر مع بعضياتهم باش كيطلع الكيك خفيف. هنا عندي كاس ونص ديال الدقيق الابيض ديال الفورس، ودرت نص كاس ديال النشا، يعني كاس ونص ماشي قليل بالنسبه لهذا القياس. هنا غنزيد جوج خمارات، الدقيق راه غربلته من قبل حيت الدقيق ديال الحلوى خصو يتغربل على الاقل جوج المرات باش كيساعد في الانتفاخ ديال الكاطو اللي غتصايبو. صافي غنستمر بحال هكا. درت داك الفرص كله، غنبقى نخلط مزيان حتى غنحس بالخليط، مابقاوش فيه دوك الكريات ديال الطحين. ومن بعد غناخد واحد المول، هنا راه كنخلط مزيان مزيان مزيان، يعني خدمته مزيان، راه تنحبس الفيديو وكنعاود نكمل من بعد. هذا كنت كنخلط بالزربه، بصراحه تيعدو شي شويه هكا تخلط باليد ولكن احسن. صافي هنا خديت واحد المول، دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق غير حيت هو كيلصق، اما هو في الحقيقه من الاحسن الكيك ما يطرش المول ديالو بالدقيق عفوا، حيت كيبقى يبان فيه ديك البيوضه ديال الطحين، يعني من الاحسن تدهن غير بالزبده تيكون احسن، تيجي محمر وزوين. هنايا تيبقى داك البيض ديال الطحين تيبان. صافي من بعد ما خلطت هاد الخليط ديالي مزيان، غنكبو في المول اللي دهنت ورشيت عليه الفورس. شعلت الفران تيسخن، انا الزيت دي مزيان الفوق باش نعاون هذاك الهواء يدخل. وصافي انا عندي الفران ديال الغاز فاش طيبت هاد الكيكه هاد الخضره، فران كبير يعني تيكون تيسخن مزيان، ما حسبتش ليه الوقت ولكن غديرو غتردو ليه البال ما تحلوش عليه، ولكن تطلو الا كان عنده الدجاج، حتى الا ما كانش الدجاج هذوك التقابيه تيكونوا من اللور راه تيبينوا فاش غيبان لكم تحمر من الجناب. صافي كتقدروا تعرفوا راه طاب، اصلا الريحه ديال الكيك تتبان ملي كيطيب. صافي غنقادو بحال هكا باش ياخد فورمه واحده باش ما بقاش جهه غليظه جهه لا. صافي غندخلو الفران وتحمر مزيان، هذا هو الشكل ديالو. من بعد ما خرجته دهنتو بواحد شويه ديال الكونفيتو ورشيتو بالكركاع مهرمش، وبالصحة والراحة. نتمنى تجربوه ويصدق لكم بحال هكا، هاد واحد البنوتة ديالي كتقطع، انا طلع زوين في الحقيقة حتى المذاق ديالو لذيذ.
ونتمنى تجربوه وتخلوا لي رأيكم في التعليق، ومرحبا بجميع الآراء يعني كيف ما كانت.